إجراء قرعة الدور 32 من كأس العرش ليوم الخميس. السلام عليكم. ينتظر أن تجرى يوم الخميس قرعة دور 32 من منافسات كأس العرش للموسم الرياضي 2019-2020، والتي تأخرت انطلاقتها هذا الموسم بسبب جائحة كورونا المستجد. وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن القرعة ستقام بمقرها ابتداء من الساعة 11 صباح يوم الخميس عبر تقنية المناظرة. كما تتعرف مراسيم القرعة متابعة من قبل ممثلي الأندية المؤهلة لهذا الدور وذلك عن بعد. ويشار أن منافسات الدور الرابع من كأس العرش ستشهد تأهل المغرب الفاسي إلى الدور المقبل على حساب النادي المكناسي، في الوقت الذي ودع فيه الاتحاد البيضاوي حامل اللقب البطولة على يد شباب بنقرير.